سنقرأ من 8 إلى 12 الشهر. سنقرأ للبرج صاحب الشخصية القوية جدا والمميزة، القادر من خلالها تجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه. هو شخص قادر على السيطرة على الأشخاص اللي من حوله، فهو شخص قيادي بالفطرة. أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا، برج الجدي. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك، ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. طبعا للتواصل عبر الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسم الفيديو بصندوق الوصف، مرات بكتبه في التعليقات. نرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون مع مولود برج الجدي. قد تتعرض لبعض العقبات والعراقيل من أشخاص سيحاولوا إعاقة تقدمك ونصب المكائد والحيل لك، ولكن إصرارك على تحقيق الأهداف التي تسبو إليها أقوى من مخططاتهم الفاشلة، وخصوصا أنك اقتربت كثير من تحقيق أحد الأهداف التي تسبو إليه. من ناحية أخرى تنصب اهتماماتكم على الرفع من دخلك المادي، تتاح لكم بعض المكاسب المالية يكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه. ولكن من ناحية أخرى اللي بتاخذه بإيدك اليمين قاعد بروح بالإيد اليسار بسبب النفقات والمصاريف اليومية والشهرية المطلوبة منك. ستحاول ضبط ميزانيتك والتقليل من هذه النفقات والمصاريف، وستلاحظ أنه العديد منها كان ما إلها داعي من الأساس. أنت بحاجة ماسة أنك تأخذ قرار حاسم في الأمور العاطفية تجاه الحبيب، أنك تكمل بهذه العلاقة أو أنك تنهيها. لأنه اعلم يا مولود برج الجدي، لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية، ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة. تقدر تستعين بأحد أفراد العائلة وتطلب منه النصيحة، وما رح يدخل عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصلحتك إلى الأمام، وعقلك الراجح رح يدلك على الطريق الصحيح. أما العازبون أو المنفصلون، هم تجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم، وخصوصا إنه خيب آمالهم الشخص اللي كان معولين عليه المستقبل إنه تكونوا مع بعض. بس دائما يا مولود برج الجدي طلع الكوب المليان، إنه هذا الشخص إنك اكتشفته على حقيقته وما ظليتك مخدوع فيه، وخصوصا إنه هناك فرص جديدة لمولود برج الجدي. ستتعرف على شخص في الطرقات العامة، هذا الشخص ترتاح إليه كثيرا وتشعر أنه في أمور مشتركة بينك وبينه، تتبادلوا أرقام الهاتف وأيضا الرسائل الجميلة أنت وهذا الشخص، فتزداد إعجابك فيه، وهو أيضا يبادلك نفس الشعور، وما راح يتردد انه يفتح معك موضوع، انه يكون معك علاقة عاطفية، ان شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح. حاول يا مولود برج الجدي قبل ما تبدأ بهذه العلاقة انك تكون حاط النقاط على الحروف وتكون على اسس معينة. كيف يعني على اسس معينة يا اصدقائي؟ يعني انك تكون مفهم الحبيب شو نهاية هذه العلاقة، مثل موعد زواج تحدده وأشياء من هذا القبيل. هكذا تكون العلاقة مبنية على أسس بينك وبين هذا الشخص، وإن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح. أما في الأمور الصحية، تشعرون
في بعض التعب والإرهاق الجسدي وخصوصا في التوتر والعصبية الزائدة، وأيضا نفسيتك التي تشعر في التعب. أنت بحاجة ما بحاس عفوا يا صديقي مولود برج الجدي، أنت بحاجة إنك تأخذ إجازة عشان تقدر تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد، وحاول إنك تنسق لرحلة ترفيهية بهدف إنك تكسر الروتين اليومي تبعك، وثق تماما إن استعود لك بالنفع وبالطاقة الإيجابية، وساعتها ستقوم بأعمالك بطريقة رائعة جدا زي ما أنت متعود. ستكثرون أيضا من السفرات القصيرة بين المدن، حاول أنك تكون أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنت سير على الأقدام أو في مراكبكم الخاصة. هناك العديد من الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك ممكن تسبب لك سرحان أو شردان في الدهن، والحادث يا أصدقائي هو عبارة عن ثانية واحدة لا سمح الله ممكن يصير، وإحنا هذا الموضوع ما بدنا يصير معك. فبتمنى أنك ترد علي بهذه النصيحة من تكون أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة. قد يحدث بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين أحد الزملاء في العمل، وهذا الشخص ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد، وأيضا دائما يحاول يشوه سمعتك أمام رؤسائك في العمل. فهذا الموضوع ما راح تسكت عليه، راح تواجه هذا الشخص بشكل مباشر علشان توقفه عند حده. ولكن يا مولود برج الجدي، صفحتك ناصعة البياض أقوى من مخططاتهم الفاشلة، وخصوصا إنه الفترة مناسبة لترقية أو منصب جديد. وإذا في عندك موضوع معين أو حاب إنك تأخذ إجازة أو سلفة أو أشياء من هذا القبيل، لا تتردد إنك تطلبها من رؤسائك في العمل، وبإذن الله تعالى سيتم الموافقة عليها. أما المتزوجون ستكون الأمور جيدة جدا، وخصوصا إنكم ستطووا الصفحات الماضية اللي كان فيها خلافات ونقاشات حادة بينك وبين الشريك، واستبدأوا بداية جديدة رائعة جدا ويكون عنوانها الحب المتبادل، وستنجح إنكم تدفعوا بمصالح العائلة إلى الأمام، وخصوصا في الأمور المالية، وتزداد نشاطاتكم الاجتماعية مثل زيارة الأقارب والأصدقاء وأيضا أفراد العائلة. وأيضا النقاشات والحوارات التي ستقوم بها ستلقى ترحيب من الجميع من حولك، لأن تتكلم بطريقة ذكية جدا ومقنعة. مولود برج الجدي قادر أنه يقنع أي شخص باللي بده إياه، بس أهم قاعدة أنه يكون هادئ الأعصاب. حاول أنك تخفف من التوتر وعصبيتك الزائدة. أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة، ستتاح لهم بعض الفرص الرائعة جدا، وخصوصا في الأمور الورقية مثل عقود مع شركات أو أشياء من هذا القبيل، وستكون نشيط جدا في الأمور التجارية مثل البيع والشراء، فالحظ يدعمك بهذا المجال. والأشخاص من الأساس بتعاملوا بالأمور التجارية سيحققوا صفقات رائعة جدا تعود لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. أما الأشخاص المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية، سيحققون نتائج رائعة جدا ويبلوا بلاء حسن، ويلقوا اتصالات رائعة جدا من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من حولهم. حاول قدر المستطاع
انك تبتعد عن احد الزملاء اللي من حولك. هذا الشخص بحاول انه يضيع وقتك في الامور الترفيهية في هدف انه يقلل من انجازاتك في الامور الدراسية. فزيح الغباش عن عيونك واعرف صديقك من عدوك. نكمل يا أصدقائي، بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر. اللي ما بيحالفه الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ، تكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة. أما للتواصل عن طريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو صندوق الوصف، ومرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة، القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا، توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل. دائما يا أصدقائي، لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل.